كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. اليوم حنعمل المارشميلو بأكثر من طريقة بمكونات كتير بسيطة. الفيديو قصير، تابعوا الفيديو للآخر حتى تستفيدوا. هفرجيكم كيف نعمل بديل الكريمة للكيك أيضا، سهل وسريع جدا. يلا مثل ما انتم شايفين هذا جيلاتين بقري حلال، هو متوفر عند العطارين. 2 ملعقة كبيرة جيلاتين 25 جرام، نصف كوب ماء عادي 120 جرام. قلب الجيلاتين مع الماء وبنوضعه جانبا على نار هادئة. 1 كوب سكر 200 جرام، نصف كوب ماء 120 جرام، عصر نصف ليمونة. تذويب السكر مع الماء، ممكن نوضع قليل من لون الطعام هو اختياري، نوضع اللون حسب ما بدنا، اي لون بدنا اياه. كيف بدنا نختبر الخليط ناضج؟ نوضع قليل من الخليط بماء بارد، يجب ان يكون متماسك مثل العسل. اول مرة غير متماسك، هلقيت بنجرب بعد 3 دقائق. سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة لالتقاط صورة للمكونات. هيك اصبح ناضج، هيك بعد ما وضعنا بالماء شوفوا كيف مثل العسل اصبح. هيك بنرفع من النار، هيك اصبح ناضج. هيك الجيلاتين شرب الماء، بنوضع المكونات مع بعض. بنوضع قليل من الفانيلا، بنخلط المكونات حتى تتماسك. تقريبا اخذ معي 10 دقائق. هيك اصبح جاهز، شايفين كيف؟ يمكن نصبه بقالب او بنوضعه بالقمع تبع الحلويات. يجب وضع ورق الزبدة وقليل من الزيت، او بنوضع على ورق الزبدة نشا او زيت حسب ما بدكم، المهم حتى لا يلصق. نتركه اقل شيء ساعتين، يفضل وضعها بالثلاجة. هذه المكونات إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. اللي بعديها 2 ملعقة كبيرة جيلاتين 25 جرام، ونصف كوب ماء عادي 120 جرام. بنقلب المكونات جيد وبنضعهم جانبا، نخلي الجيلاتين يشرب الماء. 1 كوب من العسل أو دبس التمر 250 جرام، أنا راح أستخدم نصف كوب عسل ونصف كوب دبس التمر حسب ذوقكم، استخدموا اللي بدكم إياه. على نار خفيفة عند بدء الغليان نرفعه من النار، وهيك أصبح جاهز. أول ما بلش يغلي هيك الجيلاتين شرب الماء، بنوضع المكونات مع بعض. ممكن وضع الفانيلا أو ماء الورد اختياري حسب ذوقكم. هيك نخلط المكونات حتى تتماسك، تقريبا أخذ 10 دقائق معي. يمكن صب في قالب أو في قمع الحلويات. يجب وضع ورق الزبدة أو قليل من الزيت أو النشا حسب المتوفر عندكم، أنا بفضل استخدم القالب هذا أفضل. ممكن نستخدمها لكريمة للكيك، هذه الليمونة كمثال يعني، هيك ممكن نستخدمها للكيك. نتركها أقل شيء ساعتين، بفضل وضعها بالثلاجة. هذه المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة. هيك أصبحت جاهزة، يمكن إضافة النشا أو النشا مع السكر البودرة حسب ما بدكم أنتم. يفضل وضع زيت فوق ورقة الزبدة. ملاحظة، يجب سكب الخليط في غضون دقيقة، يعني نتعامل معاه بسرعة. شايفين كيف الطبقة الأولى كانت راخية، الطبقة الثانية بعد 30 ثانية كانت متماسكة، بعد 30 ثانية بكون متماسكة، صعب تتعاملوا معاه بكون، يعني يجب بعد الخليط على طول نسكبه. إذا وضعناه بالقمع يجب بسرعة نسكبه أو نشكله. نوضع السكين قليل من النشا منشان ما تلزق معنا السكين. هيك أصبح كله جاهز، شايفين كيف؟ هيك ممكن الكيك تكون
شكلها ممكن نضحها بالنشا او بسكر البودره او النشا مع سكر البودره. موضوع كتير سهل وبسيط. ممكن نستخدم بودره الكاكاو بدل النشا حسب ذوقكم. ملاحظه، يجب عليكم دائما التاكد من المكونات بتناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي. لا يوجد مكونات بتناسب جميع الاشخاص. شايفين كيف كتير هي روعه ومميزه، سهلة وبسيطة. خلينا نذوقها. بصراحة أكثر من روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب باسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.